يبقى أول سؤال معانا برضو النهاردة هو خاص بمنطقة المحاكم الأسرية أو قانون الأحوال الشخصية يعني، وهو في حد بيقول أنا تنازلت عن يعني في الطلاق عن حضانة الأطفال، هل يمكن الرجوع في التنازل وطلب الأطفال وكمان ونفقة للأطفال؟ يعني هي تنازلت عن الحضانة وكمان بتفكر ان هي ترجع مرة اخرى علشان خاطر يعني الاطفال والنفقة بتاعتهم. طيب خلينا نتفق على ان اي شيء يجوز الاتفاق عليه طالما لم يخالف نص او القانون. كتير بيحصل ايه؟ بيحصل ان الزوجات كتير قوي تضغط عليها عشان يطلقها فتمضي انها متنازلة عن الاولاد. بالظبط. وبيحصل، وده فعلا سألت فيه كتير قوي السؤال ده. ايوه. هل هذا الاتفاق سليم؟ لا. نوضح بقى. تمام. هذا الحق هو حق لا يجوز الاتفاق على مخالفته لانه ده نص القانون. ان الصغار الحضانه في يد الام للصغير او الصغيره حتى الحضانه الوجوبيه. ايوه. الناس بتتلخبط بين حاجتين. يعني ناخدها بقى، يعني احنا متعودين نريح الناس او في نوضح الفهم نفتح نوضح موضوعات حواليها. الناس دايما تسالك ايه؟ هذا هو مش الحضانه للبنت لغايه ما تتجوز؟ لغايه ما تتجوز؟ يعني انا بتسالك الكلام ده كتير. او لا، او البعض الاخر ممكن يتساءل يقول لك ان الحضانه لحد مثلا 16 سنه. طيب القانون قال ايه بقى؟ القانون قال الحضانه للبنت والولد 15. كانت زمان البنت غير الولد على فكره، كان في النص اللي قبل ده او التشريع اللي قبل ده كان البنت غير الولد. ايوه. التشريع ده بيقول ايه؟ ان الحضانه 15 سنه. انهي حضانه؟ الحضانه الوجوبيه. يعني ايه حضانه وجوبيه؟ يعني الحضانه اللي هي لازم الصغير يبقى في حضانه النساء اللي هي الام، ام الام، ثم ام الام الام وان نزلت، ثم ام الاب وهكذا. فاذا احنا عندنا نوعين من الحضانه، 15 الحضانه الوجوبيه اللي هو عند بلوغ الصغيره 15 او الصغير، لان احنا سوينا بين الولد والبنت. تمام. في اخر تعديل او في اخر تشريع، ومش جديد على فكره عشان محدش يقول ان احنا لسه عملنا حاجه جديده. لا لا، احنا لسه القانون الوضع ما هو عليه. القانون الحالي زي ما هو، ده احنا بنقول ده القانون الحالي الشخصيه لسه ما تمش تعديله. بالزبط. احنا لسه القانون الحالي. بالظبط، القانون الحالي الى 15 سنه. تمام. طب بعد 15 سنه اللي يحصل؟ ايوه. من حق الاب انه يطلب ضم الصغير ليه. اذا كان الصغير ده ولد او بنت. فاذا هنا بال 15 سنه انتهت الحضانه الوجوبيه اللي هي ايه؟ ما يقدرش الاب مهما يتنطط. مع اسف يضعن في التعديل. الا لظروف معينه الظروف. او خاصه يعني. الا لظروف، وبتسقط الحضانه عن الام. ثم تروح لام الام. وهكذا، وما بتروحش للاب، بتروح لامه. هل هنا يعني طلب الحضانه بعد السن ده لو في مرحله الحضانه الوجوبيه، هل هنا بتكون اختياريه بالنسبه للصغير؟ صحيح صحيح، انت جاوبت السؤال صح. هنا الصغير ليه حق الاختيار، ولكن القاضي من حقه برضه انه يراقب هذا الاختيار. يعني ممكن الصغير يقول انا هختار الاب، لكن القاضي يستشعر ان حاله ان وجود الصغير مع الاب تمام ممكن يضر بمصلحه الصغير، فلا يرفض وتبقى ويدي استمرار للحضانه مع الام. عظيم. فدي عايزين نفرقها. طيب دي الوجوبيه، دي الوجوبيه لغايه 15 سنه. تمام. طب هل يجوز ان الست النهارده بتعمل ديل مع زوجها وهسيب لك الشقه وهسيب لك معرفش ايه مقابل انك انت هتتنازلي، وهسيب لك معرفش كذا وكذا مقابل انك تتنازلي عن الولاد؟ هنا انا بنصح الراجل، ما بنصحش الست في الحته دي. بقول له اوعى، لان الست في اللحظه دي هتمضي وتاني يوم ترفع عليك دعوه وتاخد الصغار. لا يعتد بهذا لا الكلام. هذا الاتفاق يعتبر والعدم القانون، لان ده مش حقها كمان، حق الصغار. بالظبط، لانه هذا الحق يترتب بالصغير. اما الجمله الاخيره اللي احنا بنسمعها في الحته دي، هي البنت لغايه الجواز، لا هي البنت في حضانة. بالنسبة لإيه؟ الحضانة حضانة ولا أم النفقات؟ بالظبط، هنا بقى في فرق ما بين، احنا بنتكلم على الحضانة ولا النفقة. هي البنت خلاص بقت 16 17 20 سنة. هي مش في حضانة حد. يعني هي مسؤولة عن نفسها، ولكن الأب هنا ملزم إنه يصرف عليها. بعكس الولد، الولد لو كان قادر، الولد يقول لك عندك قدرة على العمل. طب ما تيجي واحد يجي يقول لي إيه؟ الله، طب ما الولد وعنده 17 سنة هو قادر عن العمل.
وزي الفل يعني. الكسب اهم حاجه يبقى لا، القانون عندنا قال لك ايه؟ طالما هو بيدرس فيعتبر القانون احنا خدناها قرينه انه غير قادر على العمل، فيبقى الولد لما يخلص يبقى يشتغل حتى لو ما اتجوزش او ما وصلش ل 21 او كان مخلص هو عنده 20 سنه، يبقى هو او ليه دخل يصرف على نفسه. اما البنت تمام، طول ما هي ما عندهاش دخل مين اللي يصرف عليها؟ الاب. الاب الى ان تتزوج. هل بنسبه معينه؟ حاضر. لا يعني عندنا النفقات مثلا بيتم تحديدها سواء كان من خلال القانون بتاعنا، من خلال محكمة الأسرة مثلا بتحديد النفقات من الصغر، يعني بالنسبة للنفقات اللي هي الخاصة بالحضانة الوجوبية، ان احنا بنحدد نسب محددة او نسب معينة من الدخل الخاص بالزوج او الرجل او الاب يعني. حاضر. هل هنا برضو بنمشي بنفس المنطلق ده وبنفس الشكل ده ولا بيختلف؟ حاضر، هختلف بس معاك سيد. اتفضل. هو ده معلومة مفهومة غلط. أيوة. عمر القاضي ولا القانون المصري ما قال في نسب للنفقات. للنفقات، يعني لو الأب بيقبض 10,000 جنيه عمره ما في قانون قال ان نسبة. لا ما فيش كده، ما فيش نسبة. لا هو بس ممكن يعني يشوف الحالة الاجتماعية لا انا هقول لك والمالية، هقول لو من 10,000 جنيه دي مثلا بيستقطع منها اقساط ولا هو تزوج باخرى ولا ولا ولا، فبيتبقى ليه كام؟ ده دي الفكرة. لا يعني. انا هقول لك اللبس كمان ده جاي من ايه. ايه بقى اللبس ده؟ جاي من حاجة ان هناك في قانون العمل ايوه تمام يقول لك ما تقدرش تستقطع من راتب العامل اكتر من 50% من دخله. فهنا جه اللبس ليه؟ يعني احنا عارفين النفقات، الموضوع ده اصل حلو جميل تمام، احنا عارفين بيفتح كذا حاجه عارفين ان امتى الطفل ياخد نفقه من ابوه، ياخد قد ايه مبدئيا عشان الناس ترتاح. مفيش نسبه. النسبة هنقولها ازاي؟ اتفهمت منين فكرة النسبة؟ طيب مفيش نسبة عشان يتاخد من الابن من الاب للابن، ولكن القاضي بيشوف دخل الاب، اجمالي دخل الاب. اجمالي دخل الاب ده معناه انه انت عندك 10,000 جنيه دخلك في عبارة عن 5,000 جنيه مرتب و5,000 جنيه من مشروع تاني. فإذا انت اجمالي دخلك كام؟ 10. فالقاضي يجي يديله ايه؟ يدي للصغير كام؟ 4 مثلا. فلما تروح تنفذ عليه في شغله يقول له ما اقدرش انفذ غير على 2500 جنيه. فهنا جت الفكره اللخبطه. طيب ده القاضي اي 4 انت هتنفذ على 2000 ودول، وممكن ترجع عليه بقى وتنفذ عليه بدعوه حبس او بحجز مال المدين لدى الغير بالباقي المتجمد. فاذا مفيش خلط، مفيش نسبة ثابتة. بالظبط. تمام. بالظبط. ده الجزء، لكن هرجع مرة أخرى إلى الجزء الخاص بنفقة الكبار بقى دلوقتي أو البنت. البنت دي هتيجي تاخد نفقتها عادي خالص زي ما كانت بتاخد، ومن حق طبعًا إحنا عارفين إن النفقات مش أحكام نهائية، لأ ده أنت كل فترة أو كل ما الأب حالته الاجتماعية تعلى ممكن نزود النفقة، وعلى العكس زي مصروفات المدارس وخلافه من الحمى يعني عشان نجيب ضمنها لو صغير لسه. ما هو انت من حقك كل ما بيحصل حاجة او من حقها. لا برضو مصروف المدارس مش من حق بالطريقة دي. ازاي؟ اقول لك الاب هنا مش ملزم بمصاريف المدارس زادت، لا ده انا ممكن اودي ابني المدرسة اقل من اللي هي فيها. لكن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان الاب مثلا كان بيشتغل ب 10,000 جنيه تمام، ولسه امه واخده عليه حكم نفقه. الاب ربنا وفقه ونور طريقه وراح اشتغل شغلانه بقى بياخد 20، من حق الام هنا ترفع دعوه حتى لو كانت لسه امبارح، عشان الحته دي مهمه قوي. يقول لك ده ما عداش سنه. لا ليه؟ لان هنا الاب الام خدت نفقه الصغير ظل انه كان بياخد 10، ربنا كرمه الشهر اللي بعدها وخد 20,000، ضعف المبلغ او 15,000 من حق اطالب. زي بالعكس لو الاب ده كان بياخد 10 وراح شغله فعلا راح في شغل اقل، فمن حقه يطلب انقاص مفروض زي ما من الام ممكن تطلب زياده مفروض. فالبنت هي بتاخد نفقتها من ابوها لغايه ما تتجوز بنفس الفكره من اللي بدانا بيها. كان مصروف ليها اما البنت لو اشتغلت، يعني البنت كانت بتاخد من ابوها مثلا 3,000 جنيه تمام، راحت اشتغلت في شغل ب 1000
يتزود لها 2000 جنيه بس يبقى الاب يكمل ال 2000 وينقص. طب وفي حاله لا قدر الله وفاه الاب هنا ايه اللي بيحصل؟ خلاص خلاص البيت خلاص فلوس الاب دي بقت تركه ما لهاش حد يعني خلاص بقت تركه. هل بقى البنت المعاش هنا بيروح لمين؟ لا المعاش حاجه والكلام ده حاجه. المعاش لو البنت هي في ما بتشتغلش يروح لها، ولو بتشتغل ولو والدتها عايشه ما هو المعاش بيتقسم ما بين الام بنسب ايوه تمام والبنت تمام. طيب البنت بقى بعد ما لا لو لسه لو لسه ما اشتغلتش فهي بتاخد النسبه بتاعتها ولو اشتغلت الكامله ولو اشتغلت بس تاخد الفرق الفرق بس لو اشتغلت باكتر لا خلاص خلاص صح كده برافو تمام مذاكرين الحمد لله ننجح يعني لا طبعا طيب الحمد لله. طيب يعني عشان برضو ما ننساش السؤال يعني كده احنا لا يعتد باي شيء يخالف القانون، يعني اي حد من السيدات ان هي تكتب ان هي متنازله عن الحضانه بتاعتها، متنازله عن النفقات، متنازله مش عارف ايه، لو حد يعني شايف ان ده ممكن يعني بالنسبه له مقبول فهو في القانون غير مقبول. ولا احنا بننصح بيه الرجاله مش الستات. ما بالظبط لان خد بالك الست لو كتبته وخدت حق من الراجل مقابل ان الراجل يا عيني فاهم ان اولاده هيبقوا معاه وبيضحي عشان يعمل ده، بنقول للراجل السؤال ده نصيحه للراجل مش للست. انا من وجهه نظري يعني اوعى توافق على هذا البند لانه وافق او ما توافقش دي حاجه اصلا مش هترجع بس مش هو ده اللي يخليك تضحي بحاجات، لان في رجاله هيضحي بحاجات كتير جدا عشان اولاده يبقوا معاه.